السلام عليكم، وياكم عبد الله الشلبي من ومضة تي في. والحين احنا اليوم الثاني في الجلوبال انتربرنورشيب سمت، وياي الاخت دعاء من البحرين. اخ دعاء، تعرفين على نفسك وعن الشركه اللي سويتيها؟ هلا مرحبا، دعاء عبد الوهاب، عاملك شركة سالاد بوتيك ريستورانت. هو تقريبا مشروع عائلي مع أنا ومع خواتي، وابتدينا تقريبا في مارس 2011. وطبعا السالاد بوتيك في الكويت، وفي جدة، وتقريبا تو برانشز في جدة حاليا، وفي قطر إن شاء الله راح يفتح في نهاية ديسمبر. ما شاء الله. شنو الكونسبت نفسه؟ يعني شنو سالاد بوتيك؟ سالاد بوتيك طبعا هو المطعم الوحيد اللي يقدم السلطة كطبق رئيسي. يعني عادة احنا السلطات تكون شيء جانبي وتكون كمية بسيطة وتكون شيرينج، احنا السلطة احنا نقدمها كطبق رئيسي وتكون الكمية ممكن انها تشبع الشخص نفسه. ومو هي مو سلطات باردة مثل ما الناس تعتقد، هي سلطات فيها اللحم، فيها الدياي، فيها السيفود، فيها مختلف انواع السلطات. عندنا تقريبا 80 نوع من السلطة، وبس المنيو عندنا او قائمة الطعام هي مو بس سلطات، هي طبعا احنا نقدم 200 صنف على القائمه، فيها مختلف الاطعمه، فيها الروزيتوز، فيها البرجرز. عندنا بعد طبعا احنا متميزين بالعصائر الطازجه اللي يمكن ما تحصلونها في باقي المطاعم، لان هي تميزنا. يعني عندنا مثلا عصير خيار، عصير الجرجير، هاي كلها هي هيلثي عصائر. شنو خلاك تروحين حق السلطات والاشياء هذه الخفيفه؟ يعني والله بصراحة أنا يعني فكرة المطعم ما قط ياتني كبزنس، بس الفكرة لأنها نادرة ولأنها ما تشبه باقي الأفكار للمطاعم الإيطالية والصينية والعربية، هي مختلفة وبعدين تتناسب مع يعني طبيعة حياتنا الحين، اللايف ستايل. يعني إحنا ما قاعدين ناكل الأطعمة المفيدة لنا كثر ما إحنا قاعدين ناكل عشان نشبع. فاحنا يعني سالاد بوتيك يبي يغير اللايف ستايل او طبيعه حياتنا احنا، على اساس ان تكون عندنا نتغذى بالغذاء اللي يكون مفيد لنا، خاصه ان احنا وايد مشغولين وبزي لايف، المفروض ان نحصل لنا غذاء اللي يعني يخلينا في صحه ممتازه دائما. انت بديتي من البحرين؟ بدينا من الكويت، هو في الكويت كان، وبعدين وصل جده، وبعدين البحرين، والحين في قطر. فشنو كان يعني الصعوبات اللي واجهتيها ك يعني انتربرنور او رائده بحرينيه، مو شاب يعني مش شباب، يعني شابه ما شاء الله وخذيتي هالمبادره؟ والله يتروالي هو بغض النظر عن نوع المطعم، هو انك تكون رائد عمل وايد صعب، وبغض النظر انت يعني سيده او رجل، هو رواد الاعمال لازم يعرفون انهم بما انهم بيبتدون المشروع هو يعني هو في تحدي، في كثير من خلينا نقول المخاطره. هو الانتربرنورشيب او رياده الاعمال هي كلها يعني تعتمد على ايش كثر احنا مستعدين ان احنا ناخذ المخاطره. وعاده اذا انا باخذ مخاطره لازم اكون مسؤوله عن هاي المخاطره وعن نتائجها. طريق طويل يعني، وطريق مو سهل تماما، بس يعني لازم احنا نكون شوي طبعا طموحين، وعندنا النتورك وايد مهم انه يكون عندنا معارف. يعني انا في البروجكت يمكن عرفت نص البحرين عشان اقدر ان افتح البزنس، لان ما يمشي شغلنا بروحنا. المشكله ان احنا في البلدان العربيه ما عندنا ان شلون نبتدي بزنس، يعني ما في خطوات معروفة. يعني في جهات بس احنا ما نعرفها. لما انت تبتدي البزنس تبتدي تتعرف عليها، sometimes يعني بعض الاوقات يكون الوقت تأخر، بعض الاوقات انت يكون already انت يعني ضيعت كثير من الريسورسز او الموارد اللي هي ممكن تكون فلوس، ممكن تكون وقت. فهذه التحديات لابد منها، بس انا اقول ان هي ما تمنع ان احنا نبتدي، لان انا يعني الحين خلال 3 سنين من ابتديت المشروع لاحظت ان
الحكومة ابتدت يعني لما احنا نوصل لها يعني شنو نحتاج وشنو ذي، يعني عندنا احنا تمكين هي موجودة عشان هي تدعمنا احنا كأصحاب أعمال، فدائما احنا كنا نوصل لهم الفيدباك وبالفعل كان يأثر على قوانينهم اللي يغيرونها ان هي بحيث ان هي تناسبنا احنا كرواد العمل، خاصة انه في البحرين رواد الأعمال يعني هو أول ما ابتدى في البحرين، والبحرين عندنا تهتم برواد الأعمال لأنها على ثقة ان نسبة كبيرة من الأعمال أو المشاريع الصغيرة هي اللي تنمي الاقتصاد البحريني. ما شاء الله، فالتحين ما شاء الله فتحت بالكويت بجدة بالبحرين، شنو الصعوبات اللي قاعد تواجهك وانت قاعد تكبرين الكونسبت هذا وتفتحين الفروع الجديدة، وشنو الطريقة اللي قاعد تسوينها يعني عشان مو أنا اللي قاعد أفتح في ذي، يعني هما الشركة الأم اللي هما قاعدة تفتح الهاي بس في باقي البلدان، بس يعني طبعا كل أتوقع كل بلد له خصوصيته، يعني حتى لما يكون في فرع في بلد معين وايد مهم ان احنا نعرف ذوق الزبون نفسه، شنو المكان اللي يحب يقعد فيه، شنو مستواه، شنو مستوى الطلبات اللي ممكن يطلبها. يعني لما في قطر اتوقع قطر لان فيها كل المطاعم كلها ما شاء الله درجة اولى وراقية، واحنا اصلا سلد بوتيك هو درجة اولى، بس في بعض التفاصيل اللي لازم نركز عليها لما نفتح في منطقة معينة. شلون مولتوا مشاريعكم يعني والتوسعات هاي اللي قاعد تاخذونها؟ طبعا هو الشركة تحاول ان دائما لما تطمح لسوق معين يكون في هناك شريك اساسي في هذا البلد مواطن، وفي كل البلدان اللي سلد بوتيك موجودة فيه في شريك اساسي من البلد نفسه، وعساس ان احنا سلد بوتيك طبعا يطمح ان يكون يعني ينمي الانتربرينورز حتى في على مستوى الخليج العربي، يعني ما يحتكر بس للمؤسسين نفسهم، وهذه الحلو لان هو مشروع شبابي فالمفروض يكونون الشباب يستفيدون في مختلف البلدان اللي قاعدين ينفتح فيها فروع. نهاية شنو رسالتك حق الشباب والبنات اللي ودهم يبادرون اسم مبادرتك ويبدون شيء كذي جديد من الصفر؟ انا اقول ان طبعا ريادة الاعمال مثل ما قلت شيء مو سهل، يعني مثل ما يقولون it's not a honeymoon، بس اذا انا عندي فكرة مميزة ما قلد الاخرين، يعني احنا مشكلتنا احنا دائما نقلد وننسخ الافكار، خلي تكون عندي فكره مميزه وخلي تكون عندي ثقه بنفسي ان انا اي كان دو ات، اقدر اسوي اقوم بهذه المشروع، وهو مخاطره وطبعا المخاطره مسؤوليه مثل ما قلنا، وممكن تكون نتيجه جدا جميله وتحتاج دعاء الوالدين وشويه حظ يعني. الله يعطيك العافيه، اخ دعاء والله يوفقكم ان شاء الله. شكرا. Awesome.